أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة
سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء الله سبحانه وتعالى. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل وسخر لكم
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وآتاكم من كل ما سألتموه وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
صدق الله العظيم. حبيبي تسلم تسلم. احفظكم احفظكم. ربنا 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 ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أكيد. ومن ما يحبش المدرسة دي يا سيدي؟ ربنا يتقبل منا من السامعين يا رب. نتقبل منا من السامعين. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. نتقبل حبيبي. ربنا تعلم ما نخفي وما نعلن. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.
السماء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل وتقبل دعاء قريش إلهي
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت حاضر لا حول ولا قوة إلا بالله من غير دعاء طيب ما تجيبش الرفعة عشان نعدم بسم الله عايزين يخلصوا منك عايزين يخلصوا منك لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت حاضر لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي Oh.
ممكن فتحة بقى بعد كده، والفتحة دعاء. طبعا الفتحة دعاء. حاضر الفتحة يا سيد، حاضر. والفاتحة دعاء. فليعبدوا رب هذا البيت الذي شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، بسم المستقيم صير
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم الفاتحة. الفاتحة استشفاعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لنا وللمتوفى وللحاضرين. هكذا أيها الجمع الكريم تنتهي هذه الليلة القرآنية المباركة، وقد اقتدمنا هذه الليلة بهذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الدكتور الناصر حرب وقائد اتحاد الاذاعه والتلفزيون وقارئ الرئاسه والمقيم بالقاهره. ومن قبله استمعنا الى فضيله القارئ الشيخ السيد قطبي القطبي قارئ العجم.